حننتقل لفقرتنا الطبية. شو مخاطر السكر على العين؟ هذا الموضوع ممكن كتير أشخاص بيجهلوه، ممكن ما يفكروا أنه السكر بيؤدي لمخاطر كتير على العين والنظر، مثل كمان الحملة يلي أطلقتها وزارة الصحة بمقولة سكر أقل صحة أكثر. رح نتعرف سوا على مخاطر السكر على العين تحديدا، يمكن هذا الموضوع كتير ناس بتجهله وجديد، رح نستفيد من معلومات أكثر مع اليوم الدكتورة بثينة بدر الدين الشيخة، اختصاصية في أمراض العيون وجراحتها. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الورد. لا وانتي بألف خير. انتو بخير يا رب، ينعاد عليكم الصحة والسلامة وعلى سوريا هيك بكل خير يا رب. آمين. وقت نقول يعني السمين الأبيض نقول الملح والسكر، ولكن دائما السكر يعني نحن كشعب عربي بنعاني من معظم امراضنا بسبب السكر، يعني وتاثير مرض السكري على الجسم، على مو بس على العين، على كل الجسم. ولكن اليوم هيك بدنا نختص بالعين كرمال نحدد ونضوي اكثر على التاثير السلبي للسكر على العين. تمام. هلا مثل ما تفضلتي نحن شعب كثير بحب السكر، بيعتمد كثير عليه بحياته، خلاص طالعين من عيد بتلاقي العالم حلويات بشكل كثير كبير. السكر بشكل اساسي بياثر مثل ما قلتي على صحه الجسم بشكل كامل، على كل الاعضاء، لانه السكر هذا يعني عنصر ماشي بالدم، والدم هو الاساس بكل شيء عنا وبيوصل لكل الخلايا اللي بالجسم. العين واحده من هالاعضاء، بلاكس، وهي يمكن اكثر الاعضاء حساسي اللي بتتاثر بمرض السكري. هلا الامراض اللي ممكن يعملها السكري بالعين كثيره، يعني هلا الشائع منها هي اصابته للشبكيه، بس في امراض ثانيه انا ممكن اذكرها هو بيعملها السكر للعين. يعني السكر مرتبط كتير بمرض المي البيضة، خاصة السكر نمط تايب 1 عند الشباب، سكر الشباب اللي بيقولوله هذا كتير مرتبط بأنه المي البيضة عندهم بتكون بكير وإلى شكل خاص، حتى أنه المريض اللي عنده سكر بلاحظ أنه عنده مثلا المي البيضة صارت أسرع من غيره بعمر أصغر وبتتطور بشكل كبير. ممكن السكري يعمل مرتبط كتير كمان بمرض الزرق أو المي السوداء، أنه لاحظوا بالدراسات الجديدة أنه تقريبا ترافق السكري مع الزرق مفتوح الزاوية البدئي اللي هو أشياء أنواع الزرق بشكل 55% من أنواع الزرق تقريبا الضعف. يعني المريض اللي عنده سكري هو مؤهب بشكل أكثر من غيره بنسبة الضعف لا يكون عنده هذا المرض. ومثل ما بتعرفوا وبيعرفوا الجميع أنه الزرق هو مرض صامت بيعمل اختفاء للنظر واللي هو مشهور بالمي السوداء، فالسكر كتير مرتبط بالمي السوداء. هلا هدول الساد والزرق هن أشيع شيء هلا اللي مرتبطين بالسكري، بس المشهور عند العالم هو إصابته للشبكية. اعتلال الشبكية السكري هو من الأمراض الخطيرة اللي بس تبلش بيبلش يدهور مع النظر، ومرضانا مشهورين طبعا بانه بيأجلوا بيماطلوا بيوصفوا بيروحوا بالحالة الإسعافية يعني ليوصلوا للمراحل الأخيرة اللي أحيانا التداخل فيها بتحسي صعب. انه صعب وغير مجدي. السكر بيعمل نزوف بالعين، بيعمل وزمات، بيعمل اعتلال بالعصب، بيعمل انسداد وريد شبكي، كل هاي الاشياء اللي ممكن تؤدي الى تدهور النظر وعدم يعني قدرتنا انه نعالجه بالشكل المضبوط. طيب ايمت حكيتي حضرتك انه المريض ممكن يتاخر لحتى يروح لعند الدكتور او يعالج حاله؟ ممكن يعتبره اعراض ثانويه بتجي وبتروح، وبيستخدم اثرات من عنده وبتتفاقم الحالة معه، بصير ممكن الوضع كتير خطير. إمتى بيستدعي الأمر أنه هو علاج فوري أو جراحة نوعا ما، أو إمتى بيكون خطير؟ هلا اذا بدنا نحكي انه مريضنا بيوصف الموضوع يعني بيطول كثير 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 ليراجع طبيبه، هاي كثير شائعه، ليشكي كثير من اعراض كبيره، بيقول لك انه ماشي حالي، جاري قال لي، جارتي قالت لي، يعني نحن الشائعين على الطب الشعبي واللي قالوا لنا. المفروض من مريض السكري اللي مشخص عنده سكري يراجع طبيبه العينية بشكل دوري، يعني اللي ما عنده ولا عرض ولا بيشكي من أي شيء المفروض يراجع كل 6 أشهر. تمام؟ هاي بشكل دوري. أما إذا لا سمح الله كانت عنده أعراض أو في شيء ظهر عنده علامات اعتلال شبكية، علامات ساد، هاي علامات فجأة ممكن تجي؟ هلا هو المشكلة ما بتجي فجأة إلا لأنه هو بيكون مأهمل حاله، هو بيقول لك فجأة، بس هي بتكون عاطيته إنذار وعلامات قبل ما تصير هاي القصة بالشكل الحاد والمفاجئ. الحاد والمفاجئ بيكون موصل هو بالأساس لاعتلال شبكية سكري منمي وعمل نزف زجاجي فجأة، بتقول لك كنت شايف سودت الدنيا قدامي.
ما عاد شفت في شغله سودا صارت قدام نظري، هذا بيكون وصل لنزف. بس لنوصل للنزف بيكون مرق بمراحل هو مطنشه بالاساس يعني ما نو. طب شو هي المراحل؟ خلينا هيك نضوي اكثر كرمال اي حدا عم يشوفنا يستفيد يعني وما يروح بالحاله الاسعافيه. دائما نحن بنقول زياره دوريه للطبيبيه بتكشف رحله العلاج ايضا، بتكشف السكر على يعني اعتلال الشبكيه السكري بمراحله الباكره. هلا اذا اكتشفتيه بمراحله الباكره شو بيكون عم يشكي؟ السكر بشكل اساسي بيعمل تشوش رؤيه. يعني المريض بيقول لك، حتى احيانا بيجينا مرضى انا بكتشف انه عندهم سكري من عينهم، انه بيقول لك انا شوي بشوف شوي ما بشوف، هيك بتبلش لانه حسب ارتفاع السكر شوي بارتفاع السكر بتتغير البلوره تبع العين، بتغير الاستقلاب فيها، فبتلاقي انه شوي هو المريض شايف شوي مو شايف، مغبش النظر تبعه. بتلاقي انتوا عم تفحصوا في علامات شويه نزوف صغيره هيك، بتقولوا روح اعمل تحليل سكر بيطلع عنده سكري. فبتبلش بقى رحلته. ضبط السكر بشكل اساسي هو كثير مهم مشان نتجنب الاختلاطات اللي ممكن تصير. هلا المراقبه الدوريه بصير انه انت اذا اكتشفت انه السكر مو ظابط بتبلش بقى العلامات الثانيه نشوفها، الوزمات، النتحات، النزوف، الكتره. فبتبلش انت تعالج المريض، ممكن تعالجه. طبعا العلاج الاساسي هو ضبط السكر، هذا العلاج المهم لناخذ نتيجه منيحه. بتبلش تعالج شبكيته. هلا علاجات الشبكيه يعني هي شقين، علاجات دوائيه وعلاجات جراحيه وليزر. العلاجات الدوائيه هي انه نحن عم نحاول نضبط السكر تبعنا، الاطراد اذا في ضغط عين بننزل ضغط العين المترافق معه. من الدوائيه ممكن نعمل حقن ضمن المقله، بيقولوا لها مواد دوائيه بنعطيها بقلب العين، هي عبارة عن أدوية بتخلي هاي الأوعية اللي عم تتشكل جديد تتراجع، بتخلي وزمة اللطخة تتراجع، فبتحسن النظر عند المريض. هلأ وقت ما المريض مهمل سكر وطالع، السكر عم يخرب، ماشي عم يخرب بهالشبكية، بتلاحظ انه النزوف عم تتطور، عم تصير عنا اوعية كتير جديدة تمد، هي بنقول له تنمي الاوعية الجديدة اللي هي سبب المشاكل بالسكر الحقيقة. فبتعملنا هالنزوف الكبيرة. وقت ما بنبلش بقصص النزوف بلشنا بقصة كمان نفس الشيء، انه بنعطي ابر اول فترة وعلاج الليزر. لا الابر اللي عم بحكي عنها هي ابر ادويه بنعطى بقلب العين، هي ادويه بتمنع نمو هي الاوعيه الجديده. كل ما له طبعا يتطور فيها، وكل يوم بيطلعوا لنا دواء جديد، وكل هاي العلاجات متوفره يعني كثير بتحسن بالنظر، كثير بتراجع باعتلال الشبكيه السكري. بس الفكره الاساسيه بدك تبدي تدعميها بانه ضبط السكر، مثل عم بحكي انا ضبط السكر من اول وجديد. بنعالج بعدين مع هي الابر، ممكن نعمل ليزر. الليزر المرضى عنا عندهم يعني هن فوبيا، بس تقولي له بدك ابره بالعين بيقول لك ابره بعيني. طب اوكي ابره بعينك هو يعني شوي انه هي كلمه كثير مرعبه، بس هي الفكره انه الابره بالعين كثير بسيطه. بقول لهم انا ابره العضل مؤلمه اكثر من ابره كيف العين. كيف تنقطع يعني؟ خلينا هيك كثير الاعطاء بسيط، حتى المريض وقت ما بخلص الابره انا بيقول لي عن جد عطيتيني اياها ما بيصدق يعني. بقلب العين؟ بقلب العين، هي نخزه بسيطه حتى ما بحس فيها. طبعا في مخدر، مخدر موضعي يعني بين فوطه المريض لا ياخذ الابره ويطلع، ما بده دقيقه دقيقه ونص بتكون خلصت القصه. تمام. هي هدفها ايصال الماده الدوائيه اللي عم نحكي عنها لقلب جوف العين، لانه مشان تعطي نتيجه مباشره وسريعه. هي الدواء ما بينعطى لا عن طريق وريد لا عن طريق قطره، ما بيفوت لعند الاوعيه هي فهي حصرا طريقه الاعطاء تبعها، وبتعطي نتيجه رائعه جدا يعني الاوعيه دغري بتتراجع، الوزن بتتحسن. فبتلاحظي هلا عم يطوروا بانواع، يعني كنا انه على نوع معين، هلا كل ما له الانواع عم تتطور والاجيال عم تصير اكثر. فهي حقق إبرة بقلب العين، بس هي إبرة بسيطة يعني ما بدها كل هالخوف اللي عم نحكي عنه أو بيحكوا عنه العالم. الليزر عنا رعب حقيقي من الليزر، كل المرضى عندهم فكرة أنه عملت ليزر راح النظر تبعي. يا أخي أنت وقت ما وصلت لمرحلة الليزر أنت كنت قاطع مرحلة كتير كبيرة باعتلال الشبكية، يعني أنت واصل بمرحلة متأخرة يعني اللي عملت الليزر. انت لو عامل ليزر على الخفيف من البدايه ما وصلنا لهون. هذا الحكي مع المرضى عندنا تبعوتنا كثير صعب اقناعهم فيه. فبتلاحظ انه عم ياجل بموضوع الليزر، ياجل لانه جاره تجربته هيك وجارته قالت له هيك، فبلاحظ انه كثير تاخر بالليزر. الليزر هو بس علاج كي
يعني المناطق اللي عم تسرب بهالشبكيه بنعمل لها ليزر مثل كان واحد عم يلحم طبقات على بعضها، فشان ما تعود تعملنا مشاكل، ما ترجع تعمل توعيه جديده مره ثانيه. فهو علاج مو لتحسين النظر بس لنحافظ على الموجود على المستوى الواصل للواصل، وانه ما ندهور اكثر من هيك. وهن بالعاده بيجوكي بمراحل متاخره. هلا اللي كثير بيكون الوضع سيء او اوعيتهم كثير سيئه وهن مهملين لحالهم الحقيقه، بنوصل لقصص العمليات بقى. العمليات بتبلش من قطع زجاجي، انه هذا زجاجي كله نزوف واوعيه واخشيه واعتلال الشبكيه موصل لمراحل متقدمه، فبنعمل هي العمليات اللي هي قطع زجاجي وحقن لزيت السيليكون. هي بتكون بالمراحل الاخيره. بس المشكله وقت ما بيتطور هذا الشيء بنقله مي سودا خاصه بالسكر، يعني مي سودا نتيجه هي الأوعية الجديدة اللي ما عم تتراجع. هذا أسوأ أنواع المي السوداء، بيكون الضغط العين كتير عالي وسبب التوعي، الزاوية تبع العين سكرت وبيعطي نتائج كتير سيئة. أحياناً بيجي المريض متألم نهايته كتير سيئة، يعني وصل لزرق أنه اسمه زرق وعائي. كتير مرحلة صعبة بمراحل الأخيرة باعتلال الشبكية السكري، بترافق نتائج كتير سيئة ورؤية كتير متدنية، ممكن ما نقدر نحافظ عليها للأسف. فيعني هي أسوأ شيء ممكن نوصله. منبلش بقى بعلاجات الزرق وعمليات الزرق مع نتائج غير جيدة. فنحن ليش نوصل حالنا لهالمواصل إذا فينا من البداية بمراقبة دورية، بمتابعة، بضبط، بأنه وقت ما بنكتشف الموضوع نعالجه بوقته، ما نخلي لهي المراحل نوصلها، لأنه المراحل وقت بوصلها النهائية كتير سيئة للنظر. أوكي دكتورة، خلينا ننتقل نحكي عن الحملة يلي أطلقتها وزارة الصحة، سكر أقل صحة أكثر. شو ضمنت هاي الحملة وشو الفئة يلي استهدفتها؟ هلأ هي مستهدفة الفئة العامة. هلأ السكر هو نمطين، الشبابي اللي هو بيجي انه نتيجه انه ما في انسولين ابدا من بالجسم، وهذا بده ضبط من الطفوله، يعني بيجي بعمر الطفوله والشباب، وهدول هن الحقيقه كمان ضبطهم بيكون سيء. بيكون الشخص انه ما متقبل فكره انه عم ياخذ الانسولين وبده يضبط سكر وبده يعيش حياته هو بمرحله الشباب. حتى في اطفال اليوم بيعانوا تمام، هن بيجوا مع الطفوله، فانه بتلاقي انه صعب تقبله، شايف رفقاته عم ياكلوا حلويات وهو قاعد، لا بتلاقي في تخبيص كثير وارقام سكر عاليه. مشكلتهم هاي المجموعه انه بس يوصلوا هن، اول شيء بتكون بيجوا بيفحصوا بالبدايه، يعني بيكون عمره 10 12 سنه الطفل، انه اوكي شبكيتي منيحه، الدكتور قال لي ما فيها شيء. مو هون المشكله انه بتبلش اعتلال الشبكيه والمي البيضاء عندهم على بكير، يعني باوائل الثلاثينات بتبلش الاعراض تظهر. الثلاثينات بعده شخص منتج، يعني ببدايه حياته، يوصل لمرحله انه ما يشوف بهالاعمار الصغيره كثير صعبه. فهذا شخص صار معاق من البدايه حياته. فنحن هدول المجموعة الأولى اللي منضل ننبه أنه لا، حتى لو أنه أنت بدك تضبط أكثر من غيرك، أكثر من السكر النمط الثاني. هلا النمط الثاني هو العلاقة مع البدانة والوراثة والحالة النفسية، وهي بتصير عندنا سكر نمط ثاني. هدول انه المفروض انه يكون اسهل من غيرهم اذا تحكمتي بالعوامل المحيطة فيه اللي هو الاكل. يعني هلا الحملة هي ضمنت انه سكر اقل، انه يتعود العالم انه يخفف السكر باكله مشان ما نحط حالنا بهالخطورة انه نحن يصير عندنا مرض سكري. مو بس للعين، كانت للصحة بشكل عام، للكلية، للامراض الغدية الاخرى، للجلد، لكل يعني. واكثر عنصرين حساسين هن العين والكليه. صحيح، يعني بوصلوا لمرضى السكري لقصور كليه. انه لا، انه نحن بالبدايه تعود بنظام حياتك انه سكرك اقل، خفف سكرك مشان ما تكون من النمط الثاني اللي ممكن يطور بقى امراض السكر اللي بالجسم. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن اهميه هي الحملات وقد ايه اليوم مهم الوعي وتثقيف الناس بضرورة الفحص الدوري للطبيب، بضرورة أنه الانتباه لمخاطر السكر. يعني هدول الكورسات كتير مهمين. طبعا نحن الشعب عنا يعني أنه لازم تضلك توعي، لازم تضلك تنبهه، لأنه مثل ما قلنا في شغلات عادات وتقاليد عندهم وموروثات. أنه معقولة أنا بالعيد إجي وما أكل حلو؟ معقولة يعني أنا ضيافت ما أكل حلو؟ طب أنت مريض سكر، أنت اللي عم تاخدها ما تعتبرها حلو، هذا سم قاتل لإلك. انه نحن بهي الحملات عم نحاول نضوي على هالقصص، انه هذا الشيء ما يعني حتستمتع فيه للحظه
حيكون طعمتها طيبه بتمك لهالثواني، بس بعدين شو ممكن النتائج السلبيه؟ بيقول لك انا باخذ الحلو من هون وباخذ ابره الانسولين من هون، ما هيك جسمي بيشتغل يعني انه بديل فورا يعني انا باكل وباخذ حبه او بس. كان في اشخاص عندهم مرض السكري مشاركين وحكوا تجربتهم ضمن الحمله؟ لا، هي الحمله الطبيه بشكل اساسي عند الاطباء للتوعيه، انه كانوا عاملين ندوات وحلقات والاطلالات على السوشيال ميديا، كل طبيب كمان اخذ مثلا عنده قناه او شيء، كان انه عم يحاولوا ينبهوا انه احنا باسبوع هذا الحمله لازم ننتبه للعين، العين عنصر كثير مهم عن مرضى السكري، فانتبهوا لها. يعني القصص هي بس ضبط، هي نظام حياه، انت تضبط حياتك، خفف اكلك. لا، ما عم نقول لك انه ما في مقدار معين ممكن تقدره، في انواع من السكر هي ما بترفع السكر، خصوصي لمرضى السكري. حاول تستعيد عن هاي القصص الجديده، يعني بهي القصص عن السكر العادي اللي هو السكر الابيض اللي كثير سيء بالنسبه للجسم، وهو فعلا سم قاتل يعني مدمر للخلايا. فانه يعني بنحاول يعني نوعي العالم بهالقصص، خليهم على اطلاع مشان يعرف المريض شو عم يواجه، يعني ما يجيك انه لا ما حدا قال لي، لا قلنا لك بدك تسمع. وكثرة الحكي انه اخر شيء لازم يرفع المستوى الوعي والثقافي. كثير مهم اليوم الاضاءه الاعلاميه على هاي القصه، وانا كنت عم اقول لك انه مشاركات شباب كثير مهمه كمان. اليوم نحن نشوف اشخاص عاشوا التجربه، عاشوا النتائج السلبيه للاهمال، خلينا نقول لعدم الادراك انه انا لوين ممكن اصل. يعني لهي الشغلة، أنا مثلا أول ما بيجيني مريض عنده اعتلال شبكي، يعني اعتلال سكري، وعم يفحص شبكيته، بقول له لا يغرك هلا إنه أنت بوضعك المنيح. أنا بشوف العالم من البداية بمراحل مختلفة من المرض، اللي بشوفه بالمراحل المتأخرة لو أنت قدران تشوفه فعلا، لو مثل ما حضرتك بتحكي، لو هدول العالم بيطلعوا بيحكوا عن تجربتهم كتير حتأثر باللي عنده بالبداية. فبنحاول نلخص له هاي التجربة، نقول له يا أخي بوط سكرك من البداية، بلا ما توصل حالك للمراحل المتأخرة اللي هي فعلا بصير نحن بسباق مع الوقت، إنه يا أنا بلحق حافظ له على النظر بهالمرحلة، يا أما أنا حنضلنا نخسر نخسر نخسر. فبصير بيجيك بالمراحل المتأخرة هو أنا سكري هلأ ظابط، طب سكرك هلأ ظبط، بس الفترة الماضية كلها أنت خربت كل شيء عندك، أوعية بالجسم، أوعية العين. أنا بقول لهم احترت من السكر، فأنه بصير عم تصلح من هون بتكون خربت من الجهة الثانية، صلحت بقرنة، سكشت قرنة، سكرت على قرنة، القرنة الثانية خربت. فما هيك الموضوع، هي الشغلة تراكمية، والسكر مو بس رقم. يعني والله هلأ عملت تحليل السكر طلع مثلا معي 150، أنه مو هالرقم العالي. أدي لهم المعدل الطبيعي، هلا نحن 120 وما واقل، اللي فوق بصير عندنا اسمه سكري. هلا هنا الرقم هذا هو كثير بغش العالم، انه انا تحت ال 200 رقمي انه كثير منيح. انت ما بدك التحليل بس الاني اللي هو السكر اللي ماشي بالدم بهاللحظه، في شيء اسمه السكر التراكمي او الخضاب التراكمي. هذا بيقول لك السكر المؤذي قبل 3 اشهر، انت خلال هالثلاث اشهر قديش كان، يعني اذا هو المفروض يكون 6.5، اذا كان ضبطك جيد وامورك منيحه وما عندك مشاكل بحدود 6.5 7 رائع، انت بتعمل بتعرف انه انت ما حتوصل للاختلاطات. كل حلو اذا طلعنا لا مو كل حلو، بالعكس انا بقول لهم اللي عم تعملوه شغله كثير منيحه، انا ما بعرف شو عم تعمل، بس عمل اللي انت اللي عم تعمله حافظ عليه، لانه سكرك التراكمي ظابط. طلعنا عن السبعه بلش بقى انه نحن في تخبيص، بيجيكي ارقام مخيفه، بيجيكي ب 12 و14. هذا يعني تقلي سكرك هلا 90، يعني خلص في سكر مخرب كل الوقت. هدول الاشخاص يمكن دكتوره بيعانوا من هبوط بالسكر، بيقول لك انه مثلا انا فجاه صار عندي هبوط بالسكر وفورا عمل مي وسكر او اكل شيء حلو. هذا حدا مضبطهم الجيد، يعني هو الجرعات اللي عم ياخذها غلط، وفي تخبيص بالاكل. يعني كيف هو مشكلته الضبط السيء للسكر، والضبط مثل ما قلنا رقم السكر اللي هلا قال لي 90 انا ما كثير يعني لي، بيعني لي الخضاب السكري اللي خضابي 11 معناتها سكرك مو ظابط، تقول لي 90 هلا ما كثير مقتنعه. طيب المخاطر دكتوره بتشمل كل الاشخاص، معقول ما في حدا اليوم محمي من انه يزيد حلوياته شوي؟ اللي سكرهم قليل ممكن يزيدوا حلوياتهم شوي. هلا القصص الوراثيه، يعني انه الاستعداد العائلي اللي في عنده قصه وراثيه بالهذا، انه اكيد بيكون عندهم نسبة إصابتهم بالسكر أعلى من غيره، بس كل العالم معرضين، ما في حدا يعني أنه مع
معصوم انه عن هذا المرض. الفكره انه كل شيء بالاعتدال ممتاز، يعني انا ما عندي اي اعراض، بس انه انا فيني انه ضلني معتدله، باكل الحلو بوقته بكميه معقوله، براقب سكري ما بخليه يطلع على ارقام كثير كبيره. هذا الشغلات كثير بتاثر بنمط حياتك. ياكل حلو كثير ويلعب رياضه نفس الوقت. هلا اذا ما عنده سكر ما عنده مشاكل باستقلابه وياكل، هي السكريات هي وسائل الحرق بالجسم، بس انه يعني في استعيض عنا بشغلات الثانيه. هلا ياكل وما عنده مشاكل اموره مضبوطه، هو يعني متابع اموره، اما ياكل وبيعرف انه عنده استعداد، عنده بدانه، عنده قصه عائليه، حاطط حاله بريسك كثير عالي. يمكن القصه العائليه هي اهم شيء وهي الانذار الاول لكل الناس، قصه عائليه بدانه. يعني عندنا نسبه اليوم كثير وراثيه بموضوع السكر، يعني بجوز بيت ايه بيتين بيت لا بيتين ايه تلاقي فيهم الخاله والعمه هو من امراض العصر يعني هلا الهموم، بس هو قاتل. يعني انه احنا شفنا تجارب ناس كثير ادت للوفاه بسبب الاهمال، بسبب طبعا جلطات وارتفاع الضغط وقصور الكليه. مرض ما له سهل التعامل معه، يعني هو مرض لانه مثل ما انا السكر ماشي بالدم وبيشمل بيوصل لكل خليه، فهو عم ياذي كل الخلايا بكل الصعد. اذا بدنا هيك نفرق بين هبوط السكر وارتفاع السكر، يعني اكيد في شيء انا بشعر فيه بقدر انا اقدر فرق، يعني خاصه احنا احيانا يعني بنرجع هلا بعد ما جاوبيني بس روح شوي للموضوع النفسي اللي هو اكيد كمان في ناس بتصير مع السكري من وراء قصه، من وراء زعل، من وراء موضوع كثير اثر فيها ادى لارتفاع تمام. هذا السكر نمط الثاني طبعا اللي مثل ما قلنا بتحكمه العوامل الوراثي السبب الاساسي. البدانه بترفع المقاومه، يعني مقاومه الانسولين بتصير عاليه، ومتى ما صارت مقاومه الانسولين الجسم عم يفرز انسولين بس ما عم ينحرق، يعني الانسولين ما عم يحرق السكر اللي عم يدخل للجسم، فنحن دخلنا بقصص سكري. مثل ما تفضلتي الزعل من احد العوامل اللي كثير هامه وكله بيعزونا اياها، بيقولوا اجتنا على زعله انه والله ارتفع السكر، بس بيكون في عنده استعداد وتاهب بالاساس. بس مو مشكلتنا مثل بس ما قلتي انه المريض بيقول لك له حللت سكرك، بيعرف حاله عنده سكر، حللت السكر تبعك والله صار لي شهر شهرين، يعني انه اخر مره كثير بس انا حاسس حالي كثير منيح. ما في شيء اسمه حاسس حالي كثير منيح، بدك تحلل رقم، يعني الرقم كثير مهم. شهر. الحلل في شيء شهري، في يومي، في تبع الثلاث اشهر، هي لازم يعرف انه الضبط بشكل الطويل. اما انا حاسس حالي منيح بتلاقي انه بيجي بتحلل بيطلع سكر 400 اف تفاجأت. الجسم عنده قدره يغطي على الاعراض، وخاصه بالمراحل الاولى بيكون بمرحله الشباب وقصة الجسم خلايا نضره وعم تشتغل بشكل كثير كبير، بتلاحظي انه الاعراض مخفيه ما كثير ظاهره. وقت ما بتصير بانه خلص الخلايا تعبت بقى وقتها بتطلع الاعراض، بصير يركض بيقول لك انه انا عم ظبط سكري بس المشكله الاذيه صارت. فهيدا اللي عم نحكي ونحاول ننبه عليه، انه لا تنغربي قولتك انه انا هلا ما عندي شيء، ما عم بشكي من شيء، ولو سكري عالي فيما بعد حيبين العرضين، الهبوط والارتفاع. يعني هلا الهبوط هو أسوأ من الارتفاع لانه ممكن الاثنين بدخلوا بغيبوبه، ممكن كمان يأثر على العين. الهبوط السكر لا تاثيراته مو على العين بس تاثيراته على الجسم بشكل عام. مميت اذا ما انتبه له الواحد، يعني انه هبوط السكر ما عم لك بيدخله بسوبات، والسوبات ممكن ما يصحى منه. هو في شيء اسمه توازن، هو انه اذا محلل ومتابع ما حيوصل لهي المرحله. تمام، هو وقت ما بيعرف حاله انه عنده هبوط سكر دائما العلاجات المعيده للسكر اسهل من العلاجات اللي بتسكر سريعه، يعني بتكون سريعه بتعطي نتيجه سريعه. ايه بس اليوم المريض بيقدر يشعر بنفسه انه لو انا سكري نزل، هو بحس انه هو بردان مثلا، عم يتعرق، ما له حيل، تعبان بشكل كثير كبير، هذا بشكل اساسي هو هبوط السكر اللي بيأثر. يمكن هلا زدنا الخوف والمخاطر عند المشاهدين فصار لازم هي توعي اليوم توعي لازم خلينا نحكي هيك انه ايمت يعني بالضبط الشخص اللي ما عنده اعراض او اللي عنده اعراض اللي ما عنده اعراض مشان هلا ما يخافوا وكل حدا بكره يروح يعمل لازم يعمل اختبار السكر كل ايمت مثلا يعمل سكر تراكمي والسكر طبيعي. بمرحلة الشباب السكر الشباب حيكونوا مكشوفين لأنه أعراضهم واضحة وصارخة وبتبلش من أعمار بكير، فحيعرفوا حالهم. عم نحكي نحن عن الفئة العمرية اللي هن بعد الأربعين، لا هن بالثلاثينات ما بيكون في سكر لأنه المريض إسه عم يتحرك ويصرف وفي طاقة وفي جهد واللي عم ياخده يا دوب عم يستهلكه، فما هدول العمر اللي بيخوف. اللي بيخوف بعد الأربعينات، بالأربعين وطالع تلاقي البدانة، القصص العائلية بلشت. مو غلط تحليل السكر مرة مثلا بالشهر، بعدين انه
ما عندي سكر يمكن هلا في جهاز بالبيت شغلته بسيطه جهاز بيت منزلي تحليل مخبري دكتوره في اجهزه دقيقه في اجهزه لا بدهم يعاير الواحد ويعرف شو الجهاز اللي عنده هلا انت عندك صار فكره انه في سكر ولا لا المتابعه هي المهمه هلا لازم يخافوا المرضى انا مو قصدي انا خوف بس قصدي وعي مثل ما تفضلتي لانه المرض يعني بس تشوفوا المريض بمراحله المتاخره تتمنوا عن جد لو كان منتبه لحاله من البدايه لو انا بقول لهم انا عم خوفكم حقا من اول جلسه يمكن هلا بسبب هذا الخوف صار عندهم سكر لا طولي بالك لا. هدفنا العكس تماما انه نحاول نوعيهم انه روح ظبط امورك لا توصل للمراحل المتاخره هذا الهدف والله مو اكثر ولا اقل ما هدفنا نخوف حدا هدفنا نوعي العالم ننبههم للي عم يصير مشان ما يوصلوا لمراحل متاخره يعني انا بزعل عليهم انه انت ما عاد فيك تقدم لهم شيء خارق يحافظ على نظره يحافظ على كلويه يحافظ على جسمه فهي الفحص الدوري كثير شغله اساسيه وخاصه مثل ما حكينا اللي عندهم قصص عائليه بدانه استعداد الهموم هلا ضغط الهموم كل واحد وزعله وقصصه لا هلا صار دكتوره فالمفروض انه يطمن على حاله مو غلط يعني هلا نحن اليوم هيك بجمله نصائح ذكرتيهم حضرتك من خلال حديثنا ودائما نحن بنرجع وبناكد انه روح عند الدكتور بشكل دوري الواحد يعمل تشيك على صحته وخاصة إذا في شيء موجود بالعيلة ودائما بالصحة والسلامة لك الحدا مرافقنا ودكتورة نورتي صباحنا شكرا لك نور فيكم يا شكرا لك